حابب اطمنكم عليا ان انا كويس الحمد لله، وبشكر كل اللي سألوا عليا واحد واحد. كده يا جماعه انا خلصت، واشوفكم الحلقه الجايه. كل اللي حصل ان في كاوتش فرقع وقلبي كان هيقف من الخضه. بس بعد كده رحت ساعد عادي، يعني انتوا عارفين انا في المواقف دي خدوم جدا جدا. يشرفني انكم خفتوا عليا وسط الاكشن، وبعتذر اني مضطر اعمل رعب اكتر الحلقه دي بجد، عشان هتبقى حلقه كلها رعب واثاره وتشويق. على راي يا عم كمال، اول مسلسل معانا النهارده هو المسلسل المحدود ترو ستوري، بطوله الممثل الاسطوري ويزلي سنايبس والكوميديان العالمي كيفن هارت. معرفش لو ينفع اقول عليه كوميديان، لان دي تاني مره يعمل دور درامي بعد ما عمل فيلم فاذر هود. اللي متابعني بقى عارف ان انا اتكلمت عن الفيلم ده قبل كده. في ترو ستوري بنشوف بقى كيفن في دور ستاند اب كوميديان بيعمل حفله ستاند اب في المدينه اللي ترعرع فيها. بس للأسف بعد ما قابل أخوه ويزلي الموضوع بيقلب من ضحك لحياة أو موت. تاني حاجة معانا النهاردة يا جماعة هو مسلسل أنا اقترحته الحلقة اللي فاتت على الماشي كده، بس هو الحقيقة مسلسل لازم ياخد حقه جدا. مسلسل الرعب ميد نايت ماس. في جزيرة صغيرة معزولة عن العالم بيظهر فيها قسيس شاب بيحاول يساعد المواطنين في ظل أحداث غريبة ومريبة ما يقدرش يفسرها ولا يستوعبها أي عقل. ومعلومة ليكوا بقى يا عشاق الرعب، صناع المسلسل ده هم نفسهم صناع مسلسل The Haunting of Hill House على نتفليكس برضو، وأنا اتفرجت عليه كله بس بالنهار طبعاً. البرنامج الواقعي اللي جاي ده يا جماعة شفت فيه عربيات أحلامي، برنامج The Fastest الأسرع. The Fastest هو برنامج واقعي بتتنافس فيه عربيات حاجة كده مرعبة، مش عربيات سباق عادية، دول سوبر كارز. فين؟ في الشرق الأوسط. كلها عربيات معدلة مجهزة لنوع سباق اسمه دراج ريس، سباق سرعة بحت. في خلال البرنامج ده هنعرف مين من السائقين هيفوز بلقب الأسرع. أنا بناشد أي حد من السائقين يعدي علي عند الكشك ياخدني لفة، اكتبولي تحت في الكومنتس حققوا حلم عم كمال، يمكن صوتنا يوصل. يلا بسرعة واخد اللفة. رابع حاجة معانا النهاردة والموسم الثالث والأخير ليه ناركوس مكسيكو. بعد سقوط إمبراطورية فيليكس في التسعينات بيبدأ تجار المخدرات يحاربوا بعض عشان طبعاً يشوفوا مين فيهم هيبقى الراس الكبيرة اللي هيسيطر على المكسيك كلها. ولأن الفوضى بتخلق فرص هنشوف في الموسم ده أسامي كبيرة عملت قلق ولسه عاملة قلق لحد دلوقتي، زي تاجر المخدرات المعروف إل تشابو. بس للأسف في شخص مهم مش هيظهر في المسلسل وهو العبد لله. أيام الشقاوة بقى كنت منيم المكسيك كلها من المغرب. ودلوقتي هعلمكم ازاي تقولوا صباح الخير بالمكسيكي. بوينس نوتشيس دوندا ايستا لا بيبلوتيكا. عم كمال. ايوه. الورد ده مبعوت ليك. ايه ده؟ المعجبين بيطمنوا عليا. مش بس كده، كمان بعتن لك الكارت الاحمر ده. ده طرد ولا ايه؟ اتفضل. بهزر. طب تعالى اشرب حاجه ولا كل حاجه. طيب هاي يا عم كمال، انا رايان رينولدز ومعايا زاروك، بنطمن عليك وبنبعت لك سلامات. ورد احمر اهو، ما تنسناش في الترشيحات قلب احمر. يا سلام، مش قلت لكم انا راجل انترناشنال؟ اهو اللي حصل ده فكرني بفيلم ريد نوتس اللي هي النشره الحمراء اللي بينشرها الانتربول للقبض على المجرمين الدوليين. الفيلم ده في اتنين من ممثلين هوليوود المفضلين عندي، حبايب قلبي،
رايان رينولدز في دور تاني أحسن سارق أعمال فنية في العالم، ودوين جونسون ذا روك في دور عميل الإف بي آي اللي بيحاول بمساعدة رايان إنه يقبض على أحسن سارقة أعمال فنية في العالم والأولى في مجالها. أصلاً فكرة إن رايان رينولدز وذا روك في فيلم واحد دي اللي محتاجة نشرة حمراء، عشان الاتنين على بعض عندهم كاريزما ما بترحمش. هحضر أكبر طبق في شارع عندي للفيلم ده، عشان أكيد هيبقى أكشن من العيار التقيل قوي. ومن النشرة الحمراء نروح للكراسة الحمراء. أول كومنت بيقول الله، ايه الكلام ده بقى؟ محمد جمعة بيقول يا اسطى ده بيحرق الأحداث. أنا برضو يا محمد أنا بحرق بس في كالوريس ومجهود عشان حاجات حلوة تشوفوها. أنا عمري ما تخطيت التريلر. أنا مش عارف مش عارف هقدر اقرا بقيه الكومنتس ولا لا. كمان بس في كومنتس حلوه جايه في السكه بجد. يعني نكمل؟ كمل. عماد الدين رمضان بيقول طمنا عليك يا عم كمال، عم كمان وكمان وكمان. رمضان جانا في الكومنتس وفرحنا بيه، ميرسي. تسلم يا رمضان، ألف شكر على سؤالك على صحتي، واتمنى لك دايما الخير والسعادة. سلمى يسري بتقول عم كمال إز كولست. والله أنت اللي كول يا سلمى، تسلم يا رب. زي ما وعدتكم حلقة كلها إثارة وتشويق. مروح البيت بقى أشوف التشويق اللي نزل على نتفليكس وأحط الورد في المياه.